مرحبا بكم مشاهدي قناة جوستارو. مسلسل طائر الرفراف. في هذا الفيديو سنتحدث عن الإعلان للحلقة القادمة. لماذا لم يتم عرض الإعلان الثاني للحلقة القادمة لمسلسل طائر الرفراف؟ ومتى سيعرض؟ تم تحديد موعد عرض الإعلان الثاني للحلقة القادمة لمسلسل طائر الرفراف. قبل البداية لا تنسوا لايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات حتى يصلكم كل فيديو جديد. تم عرض الإعلان الأول للحلقة، واليوم مسؤول إعلانات مسلسل طائر الرفراف نشر تغريدة على تويتر وتحدث عن موعد عرض الإعلان الثاني. سيعرض غداً الإعلان الثاني للحلقة القادمة لمسلسل طائر الرفراف. في الفيديو القادم سنتحدث عن أحداث الحلقة القادمة. والآن وصلنا إلى نهاية الفيديو، شكراً للمشاهدة وإلى اللقاء.